تظاهر المئات في مدينة حديب وعاصمة أرخبيل لسقطرى جنوبي اليمن رفضا لسيطرة قوات إماراتية على مرافق سيادية في المحافظة وتأييدا للرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته. وفي أول رد رسمي على اتهامات الحكومة الشرعية لأبو ظبي بانتهاك سيادتها في جزيرة سقطرى، نفت دولة الإمارات أن يكون لها مطامع في اليمن. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية هناك. المزيد عن التطورات في جزيرة سقطرى مع سمير العادلي من غرفة الأخبار. سمير. نعم وائل، العديد من مواقع الإعلام اليمنية تحدثت اليوم عن تظاهرات حاشدة جابت عددا من شوارع حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى بهدف واحد: دعم الشرعية اليمنية ودعم بيان الحكومة الرافض للتدخل الإماراتي في شؤون الأرخبيل. إليكم جانب من تظاهرات هذا اليوم. تظاهرات للنسوة تأتي هذا بعد سلسلة لقاءات عقدها أهالي وقبائل محافظة أرخبيل سقطرى على مدى اليومين الماضيين بتزامن مع التوتر المستمر بين الحكومة وقوات إماراتية سيطرت بالقوة على المطار والميناء بشكل مفاجئ الخميس الماضي بعد وصول طائرات نقل عسكرية دون أي تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية في الشرعية، فيما ارتفعت أصوات أبرز المشايخ السقطرية رفضا لما تصفه مصادر الأرخبيل بأنه احتلال إماراتي بالقوة العسكرية. أن محافظاتنا آمنة ومستقرة وليست بحاجة إلى هذه القوة وهذا العدة والعتاد. نطالبكم برفع عنا هذه القوات التي نقرأها في أنفسنا أنها لسنا بحاجة إليها. الشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار وهو رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى يتساءل عن هدف الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى التي بقيت بمنأى عن أعمال العنف التي تجتاح باقي أرجاء البلاد، فلا وجود هنا للحوثي. هل هناك في هذه المحافظة أو محافظة سقطرى قوات خارجة عن الشرعية؟ هل هناك قوات الحوثي علشان التحالف يتابعها ويحاربها؟ طبعا لا. برغم كل ذلك تصر الإمارات على أن كل ذلك يشوه دورها في الأرخبيل ذي الأهمية الاستراتيجية. هي تزعم أن وجودها العسكري هناك يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية. الشريك السعودي في حرب اليمن دخل في إطار التوتر الحاصل لقاء جمع جنرالا عسكريا سعوديا مع رئيس الحكومة أحمد بن دغر ومسؤول إماراتي بهدف تخفيف التوتر بين أطراف الشرعية التي أظهرت خلافا يبدو أنه سيقصم ظهر نيات التحالف التي لم يعد هناك مجال لإخفائها فترة أطول. إليكم وائل وفدة. شكرا سمير. حول نفس الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عباس المساوي الكاتب والناشط الحقوقي. سيد عباس أهلا بك. سيد عباس، أي تداعيات لهذه التحركات الشعبية على الممارسات الإماراتية في سقطرى وفي عموم اليمن خاصة المناطق المحررة؟ لا تصور أنه هذه التحركات هي رافضة لهذا التواجد الإماراتي الغير مبرر في جزيرة يمنية بعيدة كل البعد عن أماكن التماس أو أماكن تواجد الحوثي. 1000 كيلومتر من تواجد الحوثي، 350 كيلومتر من أقرب مدينة في ساحل جنوب اليمن. وبالتالي التواجد الإماراتي في الجزيرة ليس تواجدا رمزيا مثلا كما تقول لدعم الشرعية. هي جاءت لنصف الشرعية، جاءت سببت انحراف كبير جدا، انحراف حاد جدا في أهداف التحالف العربي الذي قال أنه جاء داعما للشرعية. أولا دعك من تجريف ثروات الجزيرة وتغيير ديموغرافيتها وتضاريسها. سيد عباس، لكن يعني تحدثنا كثيرا عن أهداف الإمارات، الجانب الإماراتي يقول بأنه جاء لدعم الشعب اليمني، اليوم في تحركات من قبل الشعب اليمني في جزيرة سقطرى، هل يمكن أن تغير في المعادلة شيئا؟ ومن يقف وراء هذه التحركات؟ لأنه في اتهامات من قبل الجانب الإماراتي بأن إخوان اليمن هم من يقفون وراء هذه التحركات والحملات المضللة كما سمونها.
هي ليست حملات مظلة. احنا سمعنا البارحة عبد الخالق عبد الله مستشار ولعهد ابو ظبي يقول اليمنيون افاقوا فجأة، قد حسم الامر منذ امد بعيد، هذا قوله. ايضا تقول ابتسام الكتبي رئيس مجلس رئيس مركز الدراسات السياسية انه ليست حكومة حكومة بن دغر وحكومة عبد ربه منصور هذه هي الشرعية، لكن حكومة بحاح هي الشرعية. بمعنى آخر هي لا تعترف حتى بشرعية هادي ولا بشرعية رئيس وزرائه. ثم تقول يعني علامة تعجب كبيرة، تقول ما الذي أتى برئيس وزراء اليمن ليفعل في الجزيرة؟ يعني كأن الرجل زار شارع بنياس في أبوظبي أو زار الرحبة، الرجل زار أراضي يمنية، جزيرة يمنية تحت السيادة اليمنية. الأمر الثاني، الإمارات عندما تقول أنها جاءت لمساعدة اليمنيين، لكن في نفس الوقت في الآنذاك سيطرت على الميناء وجاءت بالدبابات والطيران والمدافع، من يأتي للزيارة؟ يأتي مستشفيات مدنية، يأتي بقوافل إغاثة، ولا يأتي بدبابات وطائرات وحاملات جند؟ هذا اثنين. الأمر الثالث وهذا هو الأهم، إنه الإمارات أنشأت أحزمة، تحدثنا على هذا كثيرا وتحدث كل الناس، أنشأت جيوش مستقلة 5000 جندي في داخل جزيرة سقطرى، أنشأت أحزمة تعمل خارج إطار شرعية، بل وفي وقت هذه القوات التي تدعم الإمارات صادمت مع الشرعية في عدن وكان هناك الكثير من القتلى. إذن هذا بالنسبة لما تفعله الإمارات، أما بالنسبة لما تفعله السعودية أيضا احتلت الخراخير لم يتحدث الإعلام عنها، أكثر من 350 كيلومتر مربع، احتلت محافظة المارة وأرسلت هناك مئات الدبابات والمدرعات وآلاف الجند بحجة محاربة الإرهاب. نحن نرى أن هذا التحالف يريد إطالة أمد الحرب. نحن ندرك أيضا أن هناك صراع جيوسياسي على المنطقة واليمن تقع في قلب هذا الصراع الجيوسياسي، لكن هؤلاء يريدون أن يلتهموا اليمن حتى بدون الاتفاق مع الحكومة الشرعية التي قالوا أنهم جاءوا لحمايتها أو الدفاع. بالتالي إذا كانت الحكومة ترفض هذه الممارسات كما عبرت عن ذلك في أكثر من بيان، أي خيارات أمامها لمواجهة هذه الممارسات والبناء على التحركات الشعبية التي وجدناها في سقطرى؟ اليوم هي تحركات شعبية، غدا لن تكون هناك تحركات شعبية، غدا سيكون هناك استخدام للسلاح. اليمني لا يمكن أن يقبل لأحد أن يحتل أرضه أو يتحجج بحجج أخرى غير منطقية، حجج أغلب أقرب إلى الفانتازيا المضحكة. يعني جاب الدبابات والطائرات وجاي يطرد رئيس وزراء وجاي يطرد الجيش اليمني يقول لك أنا جاي أساعد اليمنيين. طيب، ولكن التحركات الإماراتية تحمل أسدها منذ فترة طويلة لو سمحت لي في جنوب اليمن، إلا أنه الشعب اليمني هناك لم يتحرك، بالعكس يعني قامت باستمالة بعض اليمنيين ووقوفهم إلى جانبها. بالتأكيد هذا موجود، بالتأكيد الحكومة الشرعية ضعيفة بحكمة أنها مرتهنة أو موجودة أو محتجزة في داخل الرياض ولم يسمح لها بالعودة إلى عدن، بينما التحالف يغني ويقول أنه حرر 80% من الأرض ولا يسمح للرئيس أو لوزرائه أن يأتوا إلى اليمن. الأمر الثاني، اليوم هناك تحركات شعبية، هناك رفض حكومي، لكن غدا ربما تتشكل جهات شعبية مقاومة وتطرد هذا المحتل. هم يعرفون اليمنيين أن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا بذلك وأنهم سيقاتلون دفاعا عن عرضهم وعن شوارعهم وعن كرامتهم. يعني لا تعطيه خبزا ثم تهين كرامة اليمني. اليمني لن يقبل أبدا أن تأتي أي قوة في هذه الدنيا أن تهينه وتسمى بمقبرة الغزع. علي من يتعظ من الماضي، البريطانيين لم يستطعوا أن يصمدوا إلى عثمانيين، غيرهم من الدول العظمى الكبرى لم تستطع أن تصمد. حينما يقاوم اليمني سيخرجون من اليمن حفاة يجرون أديان الخيبة والهزيمة والانكسار. شكرا أفضل لك. لهم الأفضل لهم سيد عباس. معرفة مصلحة الشعب اليمني ونفس الوقت شكرا لك. عباس المساوي الكاتب والناشط الحقوقي كنت معنا من واشنطن. نتابع بعد الفاصل. منظمة العفو الدولية تتهم مصر بتعريض السجناء السياسيين للحبس الانفرادي.